بطبيعه الحال العائله الكبيره دائره كل سنه بطبيعه الحال. هذا الحفل تقريبا هذا الحفل الثالث يعني في السنه هذه وحنا كنحتفلوا بهذه الذكرى الغاليه على كل رجاوي بطبيعه الحال. ديكنا اللي كتعين لنا واحد الشيء الكثير ان حنا كنربطوا الماضي بالحاضر وكنستحضروا واحد الناس ضحاوا بطبيعه الحال وضحاوا على قبل هذا الكيان وضحاوا حتى كان هذا الكيان. ما تنساش انه حنا ملي كنحتفلوا بهذه الذكرى الذكرى اللي غاليه اللي كتصادف هذه السنه الذكرى ديال 73 ديال التاسيس ديال فريق الرجاء الرياضي العالمي نادي القرن بالمغرب من طبيعه الحال، انا كنستحضروا واحد المجموعه ديال الاشخاص واحد المجموعه ديال الناس اللي ضحاو واحد المجموعه ديال وكنستحضروا واحد المجموعه ديال الناس ديال المقاومين اللي اسسوا هذا النادي هذا واسسوا على مبادئ من طبيعه الحال مبادئ فكريه ومبادئ رياضيه، الناس اللي كان عندهم مبادئ وكانت عندهم مواقف ثابته سواء تعلق الامر بالمجال ديال المقاومه من طبيعه الحال، والناس راه كلشي كيعرفهم يعني على سبيل المثال لا الحصر ملي كنقولوا سعيد إتدار مثلا ولا كنقولوا الاستاذ المرحوم معطي بوعبيد ولا كنقولوا المرحوم عبد اللطيف السملالي ولا كنقولوا حميد الوطني يعني ولا كنقولوا المرحوم عبد القادر جلال، يعني هادو ناس راه ماشي ناس، هادو راه اهرامات من الاهرامات ديال سواء تعلق الامر بالمجال الرياضي ولا بالمجال السياسي. يعني احنا ملي كنحتفلوا بهذه الذكرى راه كنربطوا الماضي بالحاضر وكنستحضروا هذا النادي وهذا الكيان هذا اللي كنستحضروا القيمه ديال هذا الكيان هذا، حيت القيمه ديال الكيان ديالنا حنايا راه ماشي في القيمه ديال الرياضيه ديالو، لا في بزاف ديال الامور، في القيمه السياسيه، في القيمه الفكر ديالو، في القيمه ديال المقاومه للناس اللي ضحاوا بطبيعه الحال، وهذا الحمد لله راه مدون في التاريخ ومدون في الكتب ديال التاريخ، ناس ضحاوا في سبيل هذا الوطن وضحاوا باش ضحاوا بطبيعه الحال في واحد الفتره اللي كان المغرب كيمر بواحد الظرف عصيب بطبيعه الحال، كانت الحمايه الفرنسيه والناس كيفاش ضحاوا كيفاش كان ميلاد ديال هذا الهرم من الاهرام ديال كره القدم ماشي المغربيه ولكن العربيه، لانه الحمد لله احنا دوزنا رجال ورجال. ما تنساش انه عبد اللطيف السملاني راه كان في الاتحاد العربي يعني وكان في على ما اظن كان حتى في الفيفا، يعني احنا دوزنا الحمد لله رجال ديال الرجاء الرياضي سواء على المستوى نهضر لك على المستوى السياسي ولا على المستوى الفكري ولا على المستوى الثقافي ولا حتى على المستوى المهني دوزنا رجال. اذا احنا في هذا النهار هذا النهار السعيد هذا يعني كنستحضروا هذاك الزخم الهائل وهذاك الكم الهائل ديال هذو الرجال اللي ضحاو على قبل هذا الكيان هذا ووجدوا هذا الكيان هذا. والحمد لله انا كما كنقول ديما في الرجاء الرياضي بطبيعه الحال ليس مجرد فريق بل هو اسلوب حياه، الحياه تستمر والرجاء الرياضي ان شاء الله غادي يستمر ومزيد من الافراح والمسرات من طبيعه الحال. هذا من جهه اخرى هضرت لي على الشغب، ياك الشغب بعدا خصنا نعرفوا المسببات ديالو. الشغب راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتخلي هذا رده الفعل ديال الجماهير. احنا الحمد لله في الجمعيه ديال العائله الكبيره ندينوا ونجيبوا جميع الاعمال ديال الشغب وجميع الاعمال اللي زعما كاين صراحه ما قام به الجمهور ديال بركان. وهذه واحد الرساله، ان واحد الرساله كنوجهها للصحافه الوطنيه، كاين صحافه قليله اللي انه تناولت الموضوع من طبيعه الحال وتناولته بواحد الموضوعيه. هذاك الشيء اللي وقع في بركان راه كارثي، داك الشيء اللي وقع في بركان ولكن مع الاسف حتى شي واحد ما هضر عليه وحتى شي وداز داك الشيء مرور كرام. الا شتي لقطات وبانت في التلفازه على التلفازه ان المدرب التوصي راه كيشيروا عليه بالقنينات والكلام النابي وداك الشيء، الا شتي كيفاش عنفوا اللاعبين ديالنا ولا شتي كيفاش انه بحال احنا لاعبين مثلا بحال احنا لاعبين في شي دوله اخرى ما لاعبينش في البلد الحبيب. الحمد لله راه الرجاء الرياضي راه تقامت على المبادئ والرجاء الرياضي راه كان محبوب ديال الجماهير ديال المغربيه كامله. انا بحكم لاج ديالي انا ديبلاسيت في الثمانينات وفي التسعينات ديبلاسيت في المغرب كامل، الحمد لله فين ما مشينا كنلقاو الترحاب، ولكن في هذا مؤخرا وفي هذه السنوات الاخيره بدات واحد النعرات، هذه النعرات ماشي من الجمهور ولكن من واحد الناس اللي بغاو مثلا لا بغاو يفرملوا المسيره ديال الرجاء الرياضي. راهما معروفين تقريبا هذه واحد 8 سنين ولا 10 سنين راه معروف الرجاء الرياضي ومعروف شكون اللي كان كيقطع شكون اللي قطع المسيره ديال الرجاء الرياضي يعني بفعل فاعل. نجيو لما وقع في مباراه المغرب فاسيا الموقعات، هذاك الشيء يندى ليه الجابين صراحه. الجيش الملكي اللي كان كيتعتبر مدرسه وكان كيتعتبر اخلاق وكان كيتعتبر هذاك فريق ديال المغاربه راه ماشي فريق ديال العاصمه ديال الرباط اللي كيعرف بنادم حنا راه الجيش الملكي راه ما كاينش شي واحد في المغرب ما كيبغيش الجيش الملكي حيت هذا كيرمز لواحد الرمز اللي عزيز علينا حنايا.
صراحه كنتاسفوا لهذيك الاحداث، وكنتاسفوا لذاك الشيء اللي وصل ليه الجيش الملكي.